السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نتكلم على واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف. اسمه هي السلالات التي تتحمل يعني الحر يعني في فصل الصيف، وتتحمل البرودة يعني البرد القاسي القارس ونقول يعني في فصل الشتاء. قبل ما نجاوب على يعني الفكرة، غادي نهضروا على اهم سلالات الروميه في المغرب. كاين يعني اللي ما عارفش يعني نبسطوا له السلالات، وهو الشانشيلا والباربيون الكاليفورني والنيوزيلندي. اما يعني هادو هما اللي اسماء اللي بارزين. اما الارانب البلديه في الحقيقه ما عندهاش اسماء، ما مسمينهاش. علاش؟ لان هاد الاسماء الروميه في الحقيقه الا جينا نشوفوها غادي نلقاو كاليفورنيا نيوزيلندي يعني بابيون شانشيلا، هادو اسماء ديال المناطق في الحقيقه. وهذوك الناس ديال اوروبا هما اللي سموا هاد الارانب بهذه الطريقه. انتم كما كتشوفوا بحال دابا هذا كاليفورني، كاين له نيوزيلندي هو بابيون حتى هو، وكاين شانشيلا حتى هي. المهم ان حنايا ماشي حنا اللي سمينا هاد الاسماء، والاسماء البلديه حاولت اني نبحث يعني الاسماء ديالهم ما عندهمش يعني المسميات ديالهم ما كاينينش. ودابا الموضوع ديالنا هاد النهار وهي اسمه هي السلالات اللي كتحمل الحر وكتحمل البروده في فصل. وشحال من واحد في لي كومونتير قال لي هاد القضيه هادي اسمهم السلالات اللي زعما مزيانين ونقدر نشريهم، يعني سلاله عن سلاله تفريق. في الحقيقه ما كاينش شي سلاله اللي كتحمل البروده ولا كتحمل، لا. هذاك كائن عطانا سيدي ربي كلهم عندهم نفس الاحتمال. كائن صغير عطانا سيدي ربي كيولد مزيان، كلهم عندهم نفس الاحتمال، كاع السلالات عندها نفس الاحتمال. فين كيبقى الفرق؟ كيبقى الفرق غير في الميزان، يعني يعني كل واحد على واحد كيفرق، يعني واحد كيكبر دغيا، واحد كيتعطل في النمو ديالو، بحال البلدي عاوتاني خلاص هذاك ما كيكبرش بزاف، هذاك غير بحال كيبقى مدعى باش يلاه كيبدا يكبر. يعني تقريبا نص ديال المده اللي غادي يقضيها الرومي، حنا نقولوا غادي في 3 شهور تشوفوا الميزان، تقلبوا الميزان غتلقاو في البلدي في 6 شهور مثلا. وبصح ماشي مثلا، راه بصح هذه راه بالتجربه، يعني نص المده راه ما سهلاش. اذا الموضوع ديالنا لا بالنسبه للارانب البلديه ولا الروميه ولا السلالات اللي كاينين في الرومي، كل شيء بحال كل شيء سواسيه، ما كاينش فرق بيناتهم. شي واحد زعما راه كيحتمل اكثر من الاخر الحر ولا كيحتمل البروده. تقدر في البروده يقدر شي حنا نقولوا الا جيتي تفكر بالعقل، عفوا بالعقل، غادي تقول باللي ايوا راه مثلا كاليفورنيا جاي من ميريكان، جاي من كاليفورنيا وتما عندهم البرد بزاف. ولكن هذاك الانواع اللي وصلونا من كاليفورنيا راه منين جاوا يعني هاجروا بهم للمغرب او منطقه اخرى من غير المغرب، حنا ناخذوا المغرب، منين هاجروا بهم للمغرب راهم ولاو مأقلمين مع الجو ديال المغرب، راه ما بقاوش مهجنين بالطريقه ديالهم هما، لا، راهم تأقلموا مع الجو ديال المغرب. يعني بالنسبه للحر او البروده هذاك الشيء راه ما كيفرقش، راهم بحال ليداس. شنو خصنا نديرو حنايا فصل الصيف؟ حاولوا انكم تضلوا عليهم، يعني ماشي تزمتوهم بحال دابا انتم في الصباح راني حال عليهم، يعني واحد شويه ديال الكورون داير يضرب فيهم. الناس اللي عندهم واحد غرفه مغلقه يحاولوا انهم يديروا واحد الفريفيرات، شويه ديال الماء، يعني حاولوا انكم الماء تبقوا تراقبوه مره ما يكونش كاع يطيب ومساكن كيشربوا منه. هادشي بالنسبه لفصل الصيف. وفصل الشتاء كذلك شويه ديال التدفئه اللي متاح عندكم، يعني واخا كويشه بحال هكا كاشه قديمه انكم تغطيوهم، ما تخليش ديك التيارات القاسيه انها غادي وبرد قاسي وانتم مخلينهم في السطح مثلا. ولا كاين الناس اللي دايرهم غير
غير في السطح ودايرينهم على السيمة، السيف غادي يطلع معاهم البرودة، وغادي البرد ديال الإضافة على البرد ديال القارس، يعني درجة الحرارة ماشي التيارات الهوائية، ولكن درجة الحرارة اللي قارصة 100% ما غاديش ينجح المشروع. إذا هذا الموضوع ديالنا هو ديال هذا النهار، واش كاين شي سلالات يعني وحده كتفرق على وحده؟ ما كاينش، كاين كلهم سواسيه، كيفرق في الميزان، وسلاله عن سلاله كتفرق في الميزان، ما كتفرقش في يعني في شده الاحتمال. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، دعمونا بزر جام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.